بيهتم بتدريب الفريق. طبعا هلا حاليا عم نقدم فعاليه كره هدف، بس احد انواع الرياضات الخاصه بالمكوفين. عم نشارك بهدف لفت انتباه الراي العام حتى او الجهات الفاعله على الارض بالاهتمام مو بس بالمكوفين، بكل شيء اسمه احتياجات خاصه. لعبه كره الهدف هي من اجمل اللعب اللي ابتكر العقل البشري. طبعا هي لعبه قديمه، لكن الحمد لله تطورنا فيها بشكل كبير واخذت نجاح كثير كبير وكسبت جماهيريه كبيره، وبتمنى مع الايام نكسب جمهور اكبر لهي اللعبه، وبنتمنى انه دائما تحضروا فعاليتنا هاي وتدعمونا دائما وتشاركونا دائما بحيث يكون في جماهيريه هاي اللعبه.